مشاهدي ومتابعي موقع تليجراف، اهلا وسهلا بكم في لايف جديد. معاكم انجي محمد، ومعانا النهارده يحيى صاحب ترند الورده والرساله المؤثره اللي انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير. عرفنا بنفسك. يحيى احمد عبد الحميد من محافظه اسوان، مركز كومومبو، قريه الكافور. احكي لنا ايه اللي حصل معاك بالظبط، وحسيت بايه لما البنت ادتك الورده؟ انا كنت واقف في الراحه تحت يعني، وبعد كده فجاه لقيتها هي قدامي، فانا رحت اتخلعت بصراحه، ما كنتش متخيل برضه. انا راجل صعيدي ما عندناش الكلام ده، فاول مره يحصل معايا حاجه زي كده بصراحه. فاتخلعت، فاديتني ورقه وبتاع. انا اصلا مهموم واقف كده يعني، في كبت جديد وفي ضغط جديد. فبعد كده حسيت ان في امل والله، وحسيت في ان في خير. وبعد ما قريت الرسالة اللي هي مدياني في الورقة بصراحة يعني، حسيت بإن في أمل كده وفي خير وفي يعني أمل. وكان مكتوب إيه بقى في الرسالة؟ مكتوب في الرسالة بعد العسر يسر. وأنا كنت أصلا يعني بدعي الله، فحسيت إن هي بقى إيه يعني، دي إشارة من رب العرش العظيم الحمد لله. كان باين عليك اللي انت واقف مهموم ومتضايق، الرسالة جت في وقتها يعني؟ بصراحة ربنا جت في وقتها، وحسيت بال يعني الفرحة الشديدة بصراحة، عشان انا يعني كنت نايم سنة على السرير، بعمل حمام على السرير، باكل على السرير، كل حاجة على السرير. ليه ده؟ ايه اللي حصل يعني؟ عملت حادث وقعت من الدور الخامس، ف يعني كتر خير مراتي برضو تشكر يعني بصراحة، يعني وقفت معايا وكانت بتأكد من بوبي، وتشكر يعني بنت الناس وقفت معايا كتير وعانت معايا كتير، كانت بتشيل اللقمة من ايديها وتدهاني انا، وكانت معايا الحلوة والمرة، ونفسي اكافئها وربنا يكرمني وعوضها خير. يعني هي كانت اكبر داعم ليك. والله، وهي وامي ما سابتنيش، طلعت لي كروب ووقفت جنبي وعجتني والحمد لله. انت عندك اولاد بقى؟ عندي ولدين، مبارك وسيف. وفي مدارس؟ معايا سيف في تانية ابتدائي، دخل تانية ابتدائي. بس كان باين عليك اللي انت مضغوط. مضغوط لان انا شايل حمل كبير، وشايل اسم عيلة كاملة، ومسؤول عن اسرة كاملة، ومسؤول عن البيت كامل. معايا والد متوفى على رحمة الله، تمام. فانا شايل الدنيا كلها لوحدي، بس الخروج بتاعت والدتي اللي هي طلعتها لي بتاعت العمليه، بصرف على بيت كامل. ربنا اللي يعلم يعني، بحكي ان انا منتظر حاجه من حد، انا منتظر من خالق الدنيا دي كلها. وانت بقى معاك اخوات ولا حاجه؟ معايا اخوات بنات، ومعايا اخ، والحمد لله. طبعا اتفاجئت لما لقيت نفسك ترند على السوشيال ميديا. ما كنتش اعرف اصلا ان انا اتصور ولا اعرف اي حاجه في اي حاجه. اتفاجئت فجاه مره واحده كده، لقيت نفسي ترند. ترند ايه يا عم؟ بيرن عليا يوم ويقول لي ده عويك، لان انا كنت دايما اروح بصلي الفجر بعد ما علموني المشي، وجابوا لي حديده كده متنيه وعلموني المشي امشي عليها، تمام. وبعد ما اتعلمت المشي والكلام ده، كنت دايما بقول ربنا هل من فقير ودهم عن سيدنا رسول الله رب، لان انا نفسي ودهم عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله، نفسي اشطب البيت اللي احنا قاعدين فيه باذن واحد احد، ربنا يكرمني باذن الله. انت طبعا قلت لنا اللي انت عندك اولاد وكده وفي مدارس انت كنت بقى بتصرف منين وكده؟ كنت يعني اهل عيلة بابايا واهل عيلتي هم من المكلفين بكل حاجه، محدش بيوقف في الزمن ده مع اي حد، عماتي وكله يعني بيساعد في العيله عشان لحد ما اوقف على رجلي. يعني انت ما كنتش تعرف اللي انت ترند؟ مين بقى اللي قالك اللي انت طلعت ترند والفيديو بتاعك انتشر بشكل كبير؟ عليا بيقولوا لي انت ترند، ترند ايه يا عم افتح انت ترند، انا مش عارف ترند ايه ده، ما كنتش اعرف بصراحة ايه ترند ولا اعرف حاجة. بس فاتفاجأت ان انا ترند ومش عارف يعني، اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون.
طب تحب تقول ايه بقى للبنت صاحبة الرسالة والوردة؟ والله أتمنى لها الخير وربنا يكرمها ويوسع عليها ويسترها ويرزقها دايما يا رب، ونفسي أقابلها وأتشكرها برضه، هي سبب إن أنا أبقى ترند، وبرضه شركة ليدز برضه سبب إن أنا أبقى ترند، وكل الناس ربنا يعني يجزيهم خيرا إن أنا وصلت اللي وصلت له ده، واللي عايزه ربنا أنا راضي بيه. انت كنت حكيت لنا قبل ما نبدا اللايف اللي ابنك كان بيقع كتير ويتعور، ايه السبب؟ ولدي بيوجع طبعا، ما بيمشيش، لو وجع من على الكنبه او وجع من على السرير الارض خرسانه في البيت، بيتعور على وشه فبيقعد يصرخ ويبكي وبتاع، فبيصعب عليا. ولدي التاني يقول لي يا بابا انت هتعمل لي امتى البيت؟ حاضر يا بابا. اصحابي هيجوني، مش قادر اديله درس، مش هينفع اجيب مدرس. منظر برضو انا مكسوف، ونفسي افرح ولدي او نفسي افرح مراتي. الله المستعان، اللي عايزه ربنا هو اللي يكون ان شاء الله باذن الله تحقق كل اللي انت بتتمناه. والله انا عشمان في ربنا مش في العبد، واللي عايزه ربنا هو اللي يكون، وهو باذن الله اللي هيدوني ربنا، وانا راضي باي حاجه ربنا يديها. كفايه اللي بيني وبين ربنا عمار، وكفايه ان انا نهيتي ان انا اكون يعني سبب خير في اهلي، واسند اهلي واخلي بالي على اهلي واخلي بالي على يعني ناسي واخواتي، وباذن الله خير. اللي عايز خير من ربنا يا رب نهديه خير. انت بقى متجوز من كام سنه؟ ليه دلوقتي 7 سنين 8 سنين زي كده. وطبعا زوجتك بقى اللي كانت واقفه جنبك واكبر داعم ليك والله هي بمهد الله، يعني مش عارف اقول لك ايه، والله يمكن كانت بتاكل عيش وسكر معايا، تشكر شغال على الحلوه والمره. تحب تقول لها ايه؟ والله انا نفسي يعني مش عارف اقول لك ايه، والله نفسي اوديها معايا هي وامي عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان هي دي اقل مكافاه يعني، ونفسي اشطب لها البيت وافرحها، ونفسي افتح لها مشروع واحسسها ان انا دايما قاعد جنبها، بدل ما انا متغرب ليا سنتين متغرب، عشان اسد القروض واسد الدنيا واكل عيالي وادي ابني مدرسه واصرف على ابني دروس. والحمد لله ان وقفت على رجلي برضه، ان هو ده رضا من الله يعني، الحمد لله اللي انا وقفت على رجلي، ان انا كنت نايم سنه. بقالك قد ايه شغال هنا بقى؟ انا جيت في مصر يعني ليا سنتين دلوقتي. والمرتب مقضيك وكده؟ يعني الحمد لله، الحمد لله يعني الحمد لله. اي حاجه الحمد لله، اي حاجه بحمد الله جل وعلا عليها، راضي باي حاجه. لو طول ما فيها بركه وفيها حمد وفيها رضا من جواي الحمد لله. طب قول لنا نفسك في ايه، اكتر حاجه بتتمنى اللي انت تحققها؟ والله نفسي افتح لي مشروع صراحه ربنا يعني، وانا عارف في كده، او نفسي اسافر بلاد بره، اشتغل في بلاد بره تمام، وابني مستقبل ليا ولعيالي وامي، واخليهم يعني حتى قبل ما اموت يبقى على الاقل انا سايب لهم يعني حاجة يسندوا عليها، بدأ يعني يبقوا هم في حاجة كده سايبها لعيالي ولأمي ولأخواتي مسندين عليها بإذن الله، بعد رضا من الله جل وعلا. يعني أنت بتتمنى إن أنت تسافر بره؟ أسافر بره أعمل مشروع خاص، أبقى هعمل إيه؟ عايز أعمل مستقبل، عايز أبدأ حاجة. ما انت ممكن تعمل، ممكن هنا برضو تبني نفسك وتعمل مستقبل وتحقق كل اللي بتتمنى. اتمنى من الله، اتمنى من الله. انا الدكتور بيقول لي يعني فك اللي في رجلك ده، خلاص كنت باخد معاش 1300 جنيه. ايه اللي حصل في رجلك يعني؟ رجلي مركب فيها 56 مسمار. تمام، فدلوقتي المسامير دي عايز تتفك، هفكها ازاي؟ يعني رجلي دي المسامير دي كلها عايزه تتفك، هفكها ازاي؟ اكل عيالي ولا دلوقتي هجيب مصاريف مدرسة، ولا هصرف، ولا هعمل، ولا اروح انام لي 4 5 شهور وانا معتمد على شغلي اللي هنا؟ مش هقدر. يعني انت مش عارف تفك اللي في رجلك بسبب الفلوس واللي عندك؟ اه والله ربنا يعلم، الحمد لله انا راضي باي شيء ربنا يديهولي، الحمد لله عليها. تحب توجه كلمة؟
والله أحب أوجه كلمة، يعني أنا نفسي أكون حاجة حلوة لبلدي أسوان، وأفرح أي مسلم، وأبقى سبب فرحة إخواتي المسلمين كلها. وربنا يسعد الناس كلها، وربنا يجعل أمة محمد كلها منصورة ومستورة، وبإذن الله خير. يعني انت اصلا من اسوان؟ أنا من أسوان. طب من اسوان ايه اللي جابك تشتغل هنا يعني؟ لقمة العيش، لازم إن أنا أجي أشتغل هنا وأصرف على بيتي، هعمل إيه؟ أنا مفيش وظيفة ولا في أي حاجة. يعني انت الوحيد اللي بتصرف على البيت كله؟ الحمد لله، الحمد لله. بتصرف على كام واحد يعني؟ البيت مكون اسرة من أمي كام؟ وولدي وأخويا وولدي التاني وأنا وأختي، والحمد لله، الحمد لله على أي حاجة والله. تحب توجه رسالة أو تقول أي حاجة؟ والله أنا بوجه رسالة بالأستاذة اللي صورتني، اللي أنا معرفش حاجة عنها برضه تمام لحد دلوقتي، أشكرها جدا جدا، وأتمنى أقابلها وأسلم عليها وأشكرها. وأوجه رسالة برضه لكم أنتوا، و ان شاء الله باذن الله تحقق كل اللي نفسك فيه، ونيجي نتصور معاك ان شاء الله وانت محقق كل اللي نفسك والله فيه. أتمنى من الله جل وعلا، وأشكركم شكرا جزيلا، وأنا متشرف إن أنا عرفت قناة زي بتاعتكم كده، والحمد لله على كل شيء. مشاهدي ومتابعي موقع تليجراف مصر، شكرا شكرا ليكم.